رغم قسوة ما عانوه من تهجير من بيوتهم ونزوح عن مدينتهم سنين، لم يترك أهالي تورغال الحزن مكانا رغم الألم وجرحه الغائر. يستقبل أهل تورغا العيد والأمل دافعهم في أن تعود كما كانت فرحا وأمنا وأمان. في أيام العيد تقام المناشط في تورغا، بطولة للتسامح وأخرى للم الشمل، رسالة أراد الأهالي إيصالها لكل الليبيين بأن الوقت قد حان للتسامح ولم الشمل. جانب آخر من المدينة يعطي صورة جميلة لمركز الخدمات العامة للنظافة، وهي تجوب شوارعها وأزقتها في نشاط وهمة رغم قلة الإمكانات. لم ولن تقف الحياة في تورغا وأهلها فيها رغم وعود الرئاسي بإعطائهم تعويضات لإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذه المدينة شبه المدمرة. فوعود الرئاسي حبر على ورق، وهو الذي أهدر المليارات من أجل حروب تقودها مجموعات مسلحة مارست الضغط عليها، لكن أهل تورغا كانوا لمدينتهم خير عون ولم ينتظروا وعودا زائفة أخلفت عديد المرات.